كذلك ينضم إلينا السيد أشرف العجرمي الخبير في الشؤون الإسرائيلية من رام الله. سيد أشرف، الآن تلاشت تماما الروايات والأحاديث عن انتخابات إسرائيلية خامسة، أم ما زال الحديث ربما يأتي عليها ولو على استحياء؟ بالتأكيد من المبكر الحديث عن أن هذا الخيار قد تلاشى تماما، حتى يعني تقسم الحكومة اليمين الدستورية وتحصل على دعم الكنيسة، بمعنى الحصول على أغلبية 61 مقعد في الكنيسة قبل أن تقسم على اليمين. بالتأكيد حتى الآن توجد إشكاليات، ليس فقط أنها يعني كما قال الزميل النوير فقط تحظى بدعم 60 مقعدا فقط، ولكن أيضا هناك حتى داخل حزب نفتالي بنت هناك بعض الأعضاء يعارضون وربما ينضمون إلى الاتجاه المعاكس، وهناك محاولات في اللحظات الأخيرة لدفع هؤلاء للاستقالة وعدم معارضة تشكيل الحكومة. هناك حديث عن عضو كنيسة وعضوة كنيسة من حزب نفتالي بنت يمينة يعارضون ولديهم تحفظات على تشكيل حكومة كما يقولون في إطار هذا الائتلاف الذي يسمونه يساريا. كل الخيارات لا تزال مفتوحة بالرغم من أن ما حصل هو تقدم ملموس باتجاه تشكيل حكومة بديلة والقضاء على فرصة نتنياهو في البقاء كرئيس للحكومة.